أفقد فرصتي. يتمنى هذا ضيفك أن إيران الآن تشتعل من خلال الصواريخ الأمريكية. لذلك هم هؤلاء الذين يريدون إشعال الحرب. هؤلاء هو وكل الذين وراءهم، حتى ابن زايد وحتى ابن سلمان وغيرهم، يتمنون ليل نهار أن تنطلق الصواريخ في اتجاه الجمهورية الإسلامية. لكن هذا لن يحدث، لأن الأمريكان يخشون من الأقوياء ويخشون من المجاهدين، يضربون العملاء ويضربون الخونة والجبناء الأمريكان. السؤال الأول، لماذا لم لماذا إيران وليس إسرائيل؟ زين، لأن إسرائيل طوال 70 سنة عدد الشهداء الذين قتلوا حسب إحصائية الأمم المتحدة في داخل الأراضي الفلسطينية لا يتجاوز 500 شهيد لحد الآن. ذبحوا عدد العراقيين والسوريين الذين ذبحوا على يد الإيرانيين تجاوز 4 ملايين مسلم. هذا أولا. عدد المساجد التي هددتها إسرائيل، منو هاي الأرقام؟ هاي الأرقام منين؟ هاي الإحصائيات منين؟ هاي لم تتجاوز 20 مسجد. لا هاي الإحصائيات منين؟ 4 ملايين وجوز أكثر منين؟ هاي الأرقام هذه الآن. خطر الإيراني أشد علينا خطرا من الخطر الإسرائيلي بعشرات بل مئات بل بآلاف المرات. ولذلك نحن الآن نرحب، أقولها وبكل صراحة، نرحب بضربة أمريكية في إيران. لكن أنت يا سيد عبد الرزاق، أنا فقط أسأل سؤال، كم فتوى إيرانية انطلقت لتكفير السنة أو للشيعة؟ بينما أنا أجد لك 5000 فتوى انطلقت من الأماكن المقدسة في السعودية لتكفير الشيعة وقتلهم، وجاءتنا الأحزمة الناسفة وسيرات المطلوب. موتوا بغيظك. إيران الثورة الإسلامية باقية وقائمة ونحن معها. أنا عبد الأمير العبودي مع خط الثورة الإسلامية وكل المجاهدين سنة وشيعة، مع حماس ومع حزب الله ومع أنصار الله ومع الأبطال المحررين. لن أكون عميل الدخلاء ولن أكون هذا الموقف، ولن أسجل هذا الموقف. هذا الدخيل، أنت دخيل وليس عراقي. لو كنت عراقي. شكرا لانضمامك ويانا السيد عبد الأمير العبودي، باحث ومحلل سياسي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.